100% tech. واجتهاد هنا الإبداع ترسمه الأيادي هنا ابتدأت حكايات النجاح نسطرها بجد واجتهاد صباح الحب والقمر يشادي صباح نفحه فل وكادي صباح الجد والعزمات فينا صباح الفأل والدنيا تنادي بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب مصطفى الأمين. إخواني أخواتي السلام عليكم، تحياتنا للجميع. الإخوة إن شاء الله مع الشرح 21 القارئ الصيني الكومنتاري. هذه المرة سوف نتكلم عن أخذ نسخة للإعدادات والاحتفاظ بها، سواء في وحدة التخزين داخل الهاتف أو في حسابنا على الكومنتري. ولكن قبل ما نتكلم على هذا الأمر، أردت الرد على بعض الإخوة في التعليقات. فمثلا أحد الإخوة قال بأن السحب الأعلى الأسفل لا يرد على المكالمة الهاتفية. شوف يا أخي، حاول تعطيه كل الأذونات وتبع الشرح السابق. وأنا قلت لي في الحق راني تبعت الشرح. فهنا عندك إمكانية أخرى، عليك بتحميل ملف الأنسر. وهذا ملف الأنسر حتى تقوم بتحميله لابد أن تكون مسجل في الكومنتري. كيف نقوم بتحميل ملف الأنسر؟ نأتي بالقائمة وذلك بالسحب من الأعلى أسفل ثم اليمين، ثم ندخل إلى البارامتر دابليكاسيون، ندخل ثم نسحب حتى البارامتر جينيرو، نسحب ندخل بضغطتين، ثم نرجع من اليمين لليسار، بيرسوناليزي لي جيست، ندخل بضغطتين، ثم نسحب من اليسار لليمين حتى نجد بارطاجي، ندخل بضغطتين، نسحب، نسحب، ندخل بضغطتين، وهنا نبحث على ملف الأنسر، نسحب من اليسار لليمين، نسحب، نسحب، هذه كلها وظائف. نسحب. On se référe خاص بخونا فاروق، جزاه الله خير. والله في الحق الإخوة، خونا فاروق راه يتعب كثير وجزاه الله عن الخير كل خير. أضغط بضغطتين على أنسيري. On se référe 14.04.2020 فاروق. ثم نسحب حتى فتح القائمة العامة واختيار العناصر القابلة. ثم نسحب حتى نجد سوف غاردي. On se référe. نسحب. فتح القائمة العامة. نسحب. Annuler bouton. نسحب. Sauvegarde bouton. سوفغاردي، أضغط عليه بضغطتين. Enregistrer. لاحظوا قالنا Enregistrer. ثم نسحب حتى نجد أوكي. Enregistrer. نسحب. أوكي بوتون. أضغط بضغطتين. Partager. وبهذا من المفروض قد قمت بتحميل ملف الأنسر. والإخوة اللي بغاو يتلشارجيو كذلك الأند، يسحبوا حتى يسيبوا الأند ويحملوها بنفس الطريقة اللي قمنا بتحميل الأنسر. لما قمنا بتحميل الأنسر سوف نقوم بتحديد لها إيماءة. نخرج Personnaliser. نسحب من يسار اليمين. Option supplémentaire. نسحب. Balayage vers le haut. هنا نختار الإيماءة التي أريد. نسحب. Balayage vers le bas. هذا غير ممكن تخصيص هذه الإيماءة. نسحب. Balayage vers la gauche. نسحب. Balayage vers la droite. نسحب. Balayage vers la gauche puis vers la droite. مثلا balayage vers la gauche et vers la droite. ندخل هنا بضغطتين. Balayage vers la gauche puis vers la droite. نسحب حتى نجد انسر. Fonction non coché. نسحب. En se référant 14.04.2020 non coché. أضغط عليها بضغطتين. Personnaliser. وبهذا من المفروض لما تأتيني مكالمة هاتفية نعمل هذه الإيماءة، ألا وهي السحب من اليمين ليسار ثم اليمين، ونشوف إلى رد المكالمة الهاتفية. إذا ما ردش إن شاء الله نحاول نديروا الشرح لتخصيص إيماءة الرد على المكالمات الهاتفية. وفي الحق هذا الأنسر فيها أمور كثيرة نحتاجها، مثلا إرسال رسائل في الواتساب، تعليق المايك في الواتساب، الرد على المكالمات الهاتفية في الواتساب، في الميسنجر، في التليجرام وغير ذلك. كما أن الإخوة أصحاب الواتساب المعدل عليهم تحميل هذه الوظيفة ويخصوا لها أي إيماءة، ولما يريد إرسال رسالة صوتية يعمل تلك الإيماءة ويتكلم، ثم لما يريد إرسال رسالة يسحب من الأعلى إلى الأسفل، لأن هناك بعض واحد الرسالة تأتي مع رسالتهم، ألا وهي أبيلون ميساج فوكال وغير ذلك.
هذه في الواتساب عندها حل، ولكن في الميسنجر ليس لها حل لحد الساعة. كما هناك من طرح سؤال فيما يخص اليوتيوب وبعض الكلمات التي زادت، مثال نسحب ركلات الترجيح المؤهلة بين الجزائر وكوت ديفوار 4 minutes 40 secondes accéder à la chaîne tire demi quadratin. Hada bon asenien. 1,8 M vu, il y a 9 mois tire demi quadratin regardez la vidéo bouton. Hada la budda min izala al tahdid an les emoji. نأتي بالقائمة وذلك بالسحب من الأعلى أسفل ثم اليمين. ثم نسحب بارامتر دابليكاسيون. بارامتر دابليكاسيون. ندخل بضغطتين. جيشلو. ثم نسحب من اليسار اليمين. جيشلو. نسحب. بارامتر جينيرو. نسحب. بارامتر دو سانتيز فوكال. ندخل بضغطتين. بارامتر دو سانتيز فوكال. وهنا نسحب حتى نجد ليزيموجي. نسحب. Paramètres de synthèse, moteur principal, moteur secondaire. Utiliser un seul moteur, case à coucher. Paramètres de synthèse vocale du système. Lire les emojis, case à coucher, coucher. Lire les emojis, case à coucher, coucher. Ouzilo an al tahdid. Non couché. Nakhruj. Jichlou. Atioub. Nara al an. Rakalat al tarjih al mu'alah bayna al jazair wa kawdi fawwara. 4 minutes et 40 secondes, accédez à la chaîne. Hada bon asenien. 1,8 M vu, il y a 9. Hattou ma kash hadik. الكلام الزائد هذاك. كما أن بعض الإخوة يسألون على كيفية تغيير لغة الكلافي سامسونج. هي كاين واحد الطريقة، ولكن تحتاج نوعا ما إلى الشخص يكون يتدرب عليها كتير حتى يتعود عليها. ما هي هذه الطريقة؟ نبقى ضاغط مطولا على مفتاح المسافة ثم نسحب لليسار. نشوف لغة الكلافي كيفاش راهي، أي باللغة الفرنسية. مثلا أريد تغييرها إلى اللغة العربية، سوف أضغط على مفتاح المسافة بضغطة واحدة مطولة ثم نسحب اليسار. لاحظوا قد قمت بتغيير لغة لوحة المفاتيح إلى اللغة العربية. نعود نردها للغة الفرنسية، أضغط على مفتاح المسافة كما قلت مطولا ثم نسحب لليسار. نسحب. لاحظوا قد قمت بتغيير لوحة المفاتيح، ولكن كما قلت تحتاج إلى نوعا ما تدرب عليها كثير حتى تولفها، لأنها هي شوية مشكلة، ولكن الأفضل نستخدم كيبورد جوجل. نرجع إلى شرحنا ألا هو متعلق بالاحتفاظ بنسخة الإعدادات للكومنتاري. إخوة الكومنتاري يعطينا إمكانية الاحتفاظ بالإعدادات التي كنا قد ضبطناها، سواء في وحدة التخزين داخل الهاتف في المجلد الصيني الغير منطوق، أو في حسابنا على الكومنتاري. لنرى كل هذا بعد هذا الجول أو الفاصل، إن صح هذا التعبير. حطها في الجول يا جيشيو. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض. با 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 جول. حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. أولا نحتفظ بنسخة من الإعدادات داخل المجلد الصيني المتواجد في وحدة التخزين داخل الهاتف. ملاحظة الإخوة، هذا الأمر لا يحتاج لا نات ولا التسجيل في حسابنا على الكومنتاري، لذلك سوف أوقف الويفي بالإيماءة التي كنت خصصتها للويفي، وراني رفعها على السيرفر للإخوة المستخدمين الكومنتاري بالواجهة الفرنسية. نأتي بالقائمة وذلك بالسحب من الأعلى أسفل ثم اليمين. ثم البارامتر دابليكاسيون. ندخل بضغطتين. ثم نسحب حتى نجد بارامتر زافونسي. ندخل بضغطتين. ثم نسحب من اليسار اليمين. نسحب. 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 Sauvegarde et restauration. ندخل هنا بضغطتين. Sauvegarde et restauration. ثم نسحب من اليسار اليمين. Sauvegarde et restauration. نسحب. Sauvegarde les paramètres. Sauvegarde les paramètres. نضغط بضغطتين. Sauvegarde les paramètres. La sauvegarde des paramètres remplacera la dernière sauvegarde. في حالة ما كنا بسوفغارد من قبل، هذه سوف تحل محل القادمة. نسحب حتى نجد اوكي. Sauvegarde les paramètres. نسحب. La sauvegarde des paramètres remplacera la dernière sauvegarde. نسحب.
Annuler bouton. نسحب. OK bouton. حتى الأوكي أضع على ضغطتين. Sauvegarde terminée. La sauvegarde sera sauvegardée dans le dossier de sauvegarde. La sauvegarde terminée. نسحب حتى نجد OK. Sauvegarde terminée. نسحب. La sauvegarde sera sauvegardée dans le dossier de sauvegarde. نسحب. OK bouton. حتى نجد OK أضغط عليها بضغطتين. وبهذا المفروض قد قمت بالاحتفاظ بنسخة من الإعدادات في المجلد الصيني الغير منطوق المتواجد في وحدة التخزين الداخلية. الآن سوف أقوم بمسح البيانات الخاصة بالكومنتاري للتجربة، ولكن قبل هذا لابد من توقيف الكومنتاري وتشغيل قارئ شاشة آخر. لماذا؟ أنا في حقا عندي مشكل، أقوم بمسح البيانات ثم أقوم بتشغيل التولك باك، ولكن هناك بعض الإخوة عندهم هواتف نوعا ما قادمة فما عندهمش حل لتشغيل قارئ شاشة آخر إلا إذا استعانوا بمبصر أو الإخوة اللي عندهم شاومي أو غير ذلك. فلذلك أنصح الإخوة قبل ما يمسح البيانات عليه بتوقيف الكومنتاري ثم تشغيل قارئ شاشة آخر سواء كان التولك باك أو الفويس أسيستون. نقوم بتوقيف الكومنتاري وذلك بالضغط على زر رفع الصوت أولا ثم زر خفض الصوت، ثم نقوم بتشغيل التولك باك وذلك بالضغط على زر الباور مع زر رفع الصوت. هنا كل شخص يقوم بتشغيل القارئ الشاشة الذي يناسبه هو سواء كان الفويس اسيستون أو التولك باك وبالطريقة التي هو متعود عليها. لمسح البيانات الخاصة بالكومنتاري ندخل إلى البارامتر، ندخل بضغطتين ثم نسحب حتى الابليكاسيون، ابليكاسيون بار ديفو. نسحب ابليكاسيون، ابليكاسيون بار ديفو اوتوريزاسيون ابليكاسيون. ندخل هنا بضغطتين تو 91 ابليكاسيون رومون، وهنا نبحث على جيشيو. نسحب جيشيو 11.60، هذا هو جيشيو. أو الإخوة اللي مثبتين الكومنتاري سوف يجدون الكومنتاري. ندخل بضغطتين Information sur l'application. Remonter. ثم نسحب من اليسار لليمين. Information sur l'application. Jishuo. نسحب. Désinstaller. Bouton. نسحب. Forcer l'arrêt. Bouton. نسحب. Utilisation. نسحب. Données mobiles. Aucune donnée utilisée. نسحب. Batterie. 0% utilisée. نسحب. Stockage. 11,70 mois utilisé. Stockage. أضغط بضغطتين للدخول. Stockage. Remonter. وهنا نسحب من اليسار اليمين حتى نجد سيبريمي لي دوني. نسحب Stockage. نسحب جيشيو. نسحب سيبريمي لي دوني بوتون. سيبريمي لي دوني بوتون. اضغط عليه بضغطتين. Alors toutes les données de ces applications seront supprimées définitivement. Sont inclus tous les fichiers. ثم نرجع من اليمين لليسار حتى نجد اوكي. Toutes les données de ces نرجع اوكي بوتون. اضغط عليها بضغطتين. Stockage. Supprim. وبهذا من المفروض قد قمت بحذف البيانات الخاصة بالكومنتاري. بعد ما قمنا بمسح البيانات الخاصة بجيشيو أو الكومنتاري، الآن سوف نرى كيفية استعادة الإعدادات التي احتفظنا بها. ملاحظة، من يريد تشغيل الكومنتاري فليقوم بتشغيله. أنا سوف أدخل له من أيقونته المتواجدة في صفحة التطبيقات. نسحب من اليسار اليمين جيشيو، جيشيو اللي مثبتين الكومنتاري سوف يجدون الكومنتاري. ندخل بضغطتين Alors Jishuo, commentaire est un logiciel pour les aveugles et les malvoyants. Il peut vous aider à utiliser votre téléphone mobile plus efficacement. نسحب حتى نجد assistant de configuration. Assistant de configuration, bouton. ندخل بضغطتين. Alors vérifier les autorisations. Commentaire nécessite des autorisations de base pour fonctionner, telles que l'utilisation du stockage pour lire les effets sonores ou pour stocker des photos. Cliquez sur suivant pour accorder ces autorisations. Il s'agit des autorisations de base de l'application. نسحب حتى نجد suivant. Sortie, bouton. Annuler, bouton. Suivant, bouton. أضغط عليه بضغطتين. Alors utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer. Permettre à Jishuo d'accéder aux photos, contenu multimédia et fichiers sur votre appareil. Assure. نسحب حتى نجد أوتوريزي. Refuser, bouton. Autoriser, bouton. أضغط عليه بضغطتين. Permettre à Jishuo de passer et gérer des appels téléphoniques. 2 sur 2. نسحب حتى نجد أوتوريزي. Refuser, bouton. Autoriser, bouton. أضغط عليه بضغطتين. Alors utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer. Commentaire utilise le balayage vers le bas pour passer à l'élément suivant ou vers le haut pour revenir à l'élément. هنا الإخوة اللي فضلوا السحب من الأعلى أسفل يختاروا السحب من الأعلى أسفل، والإخوة اللي فضلوا السحب من اليسار اليمين يختاروا السحب من اليسار اليمين. نسحب. Utilisez le balayage.
أضغط بضغطتين على السحب من اليسار اليمين أو العكس. Les conseils d'utilisation peuvent vous donner quelques astuces sur l'utilisation. نسحب حتى نجد ني بالير. Lire les conseils, bouton. Ne pas lire les conseils, bouton. أضغط بضغطتين. Alors lire le nombre des éléments de liste à l'écran actuel. Les informations de. نسحب. Lire les conseils, bouton. Ne pas lire les conseils, bouton. أضغط على ضغطتين. Alors lire les notifications. Lisez la notification. نسحب حتى ني بالير. كذلك الإشارات لا تهمنيش. Lire les notifications. Ne pas lire les notifications. Bouton. أضغط بضغطتين. Alors utilisez un seul moteur. Vous pouvez lire les notifications en même temps lorsque vous utilisez. هنا لابد من تحديد un seul moteur. Utilisez un seul moteur TTS, bouton. أضغط بضغطتين. Alors qu'effectué, vous pouvez l'exécuter à nouveau dans paramètres généraux, assistant de configuration. نسحب حتى ال OK. OK, bouton. أضغط بضغطتين. JGO, assistant de configuration, dans la liste, cet élément. نسحب. Vérifiez les autorisations. Vérifiez les autorisations. إخوة، حتى ولو نقوم باستعادة الإعدادات فلا بد من الدخول هنا وإعطائه كل الأذونات. ما نقولوش لما استعدنا الإعدادات فإنه سوف يأخذ الأذونات من تلقاء نفسه، لا، ولا فيه شك سوف لن أدخل هنا ونذهب لاستعادة البيانات أو الإعدادات ولنرى، نخرج. نسحب من اليسار اليمين حتى البارامترز افونسي. بارامترز افونسي dans la liste 15 éléments. ندخل بضغطتين. بارامترز افونسي. ثم نسحب من اليسار اليمين. بارامتر دي منيو. نسحب. اوتر بارامتر. اوتر بارامتر نسحب. سوفغارد اي ريستوراسيون. سوفغارد اي ريستوراسيون. كما تذكروا هذه دخلنا لها في البداية. نضغط بضغطتين. سوفغارد اي ريستوراسيون. سوفغاردي لي بارامتر dans la liste 2 éléments. نسحب من اليسار اليمين. ريستوري لي بارامتر. ريستوري لي بارامتر. اضغط عليه بضغطتين. Alors restaurer les paramètres. La restauration des paramètres remplacera les paramètres actuels. نسحب حتى نجد اوكي. Annuler bouton. OK bouton. اضغط بضغطتين. Sauvegarder restauration. Restaurer les paramètres dans la liste 2 éléments. Alors que la sauvegarde a été restaurée. OK bouton. Sauvegarde a été restaurée. اضغط بضغطتين على اوكي. Sauvegarder restauration. Restaurer les paramètres dans la liste 2 éléments. وبهذا من المفروض قد قمنا باستعادة الإعدادات. بعد ما قمنا باستعادة الإعدادات نقوم بتشغيل الكومنتري. ندخل للبارامتر. بارامتر. بارامتر. ثم نسحب حتى الأكسيسيبيليتي. نسحب. أكسيسيبيليتي. فويس أسيستان. سون منو. منو داس. ندخل هنا بضغطتين. ثم أكسيسيبيليتي. ثم نرجع من اليمين لليسار حتى نجد سيرفيس انستالي تولك باك اي 4 سيرفيس. نرجع من اليمين اليسار، زيد نرجع. سيرفيس انستالي تولك باك اي 4 سيرفيس دون لا ليست 8 ليمون. خوانا عندي الاندرويد 9، الامر يختلف من 9 ل 8 ل 10 على ما اعتقد 7. كل شخص يدخل اين هو يقوم بتشغيل جيشيو او التولك باك. ندخل هنا بضغطتين. سيرفيس انستالي رومونتي بوتون. نسحب حتى نجد جيشيو او الكومنتاري. JSHO désactivé dans la liste 6 éléments. JSHO désactivé. أضغط على ضغطتين. JSHO remonter bouton. ثم نسحب من اليسار اليمين. JSHO نسحب. JSHO désactivé interrupteur. نسحب. JSHO désactivé bouton. JSHO désactivé bouton. أضغط عليه بضغطتين. Alors utiliser JSHO. JSHO demande l'autorisation de. ثم نرجع من اليمين لليسار حتى نجد أوكي. Utiliser JSHO. نرجع. نرجع. أوكي بوتون. اوكي اضغط عليه بضغطتين. جيشيو جيشيو اكتيفي بوتون. وبهذا من المفروض قد قمت بتشغيل جيشو. نوقف التولك باك. تولك باك ديزاكتيفي. بعد ما قمنا باستعادة الاعدادات الخاصة بالكومنتاري او جيشيو وقمنا بتشغيله، الان نرى هل اخذ كل الاذونات ام لا. نأتي بالقائمة وذلك بالسحب من الأعلى أسفل ثم إلى اليمين. ثم نسحب حتى البارامتر دابليكاسيون. بارامتر دابليكاسيون. ندخل بضغطتين. جيشو. ثم نسحب من اليسار اليمين حتى البارامتر جينيرو. جيشو. نسحب. 2 0 نسحب. بارامتر جينيرو. أضغط بضغطتين للدخول. جيشو. ثم نسحب من اليسار اليمين حتى نجد أسيستون دو كونفيغوراسيون. جيشو. نسحب. Assistant de configuration.
ندخل هنا بضغطتين. جيشو. نسحب من اليسار اليمين. جيشو. نسحب. Assistant de configuration. نسحب. Vérifier les autorisations. Vérifier les autorisations. ندخل هنا بضغطتين. Autorisation non accordée. نسحب حتى نجد OK. Autorisation non accordée. Appelez directement les numéros. Cette application peut modifier les paramètres du système. نسحب. Enregistrer les fichiers audio. نسحب. Accéder à votre position. نسحب. Prendre des photos et enregistrer des نسحب. Vos appels téléphoniques. نسحب. Demander l'installation de package. نسحب. Voir les contacts. نسحب. Annuler bouton. نسحب. OK bouton. أضغط بضغطتين ولنرى كم يعطينا من أوتوريزاسيون. مازال ما عطيناها لاش. نسحب اليسار اليمين. Permettre à Jishio d'enregistrer des contenus audio. نسحب. 1 sur 4. 1 sur 4. هذا دليل بأننا لما نقوم باستعادة البيانات أو الإعدادات فإنه علينا أن نفيريفيو ليز أوتوريزاسيون. نسحب حتى نجد اوتوريزي. Refuser bouton. نسحب. Autoriser bouton. اضغط عليها بضغطتين. نسحب اليسار اليمين. Permettre à Jishuyo d'accéder à la position de cet appareil. نسحب حتى الاوتوريزي. 2 sur 4. Refuser bouton. Autoriser bouton. اضغط عليها بضغطتين. هذه اوتوريزاسيون ثانية. نسحب اليسار اليمين. Permettre à Jishuyo de prendre des photos et de filmer des vidéos. نسحب. 3 sur 4. 3 sur 4. نسحب حتى الاوتوريزي. Refuser bouton. Autoriser bouton. اضغط عليه بضغطتين. نسحب من اليسار اليمين. Permettre à Jishuyo d'accéder à vos contacts. نسحب. 4 sur 4. نسحب. Refuser bouton. نسحب. Autoriser bouton. اوتوريزي. اضغط عليها بضغطتين. ولهذا من المفروض الإخوة لما نقوم باستعادة الإعدادات علينا بمراقبة ليزوتوريزاسيون الأذونات. كما فيه ملاحظة، إذا لاحظت الكومنتاري لا يشتغل بواحد الطريقة ممتازة، ما عليكم إلا بإعادة تشغيل الهاتف، روديماريو الهاتف نتاعنا. بقات لنا واحد الملاحظة الإخوة. لنفترض أنا مثلا أردت حذف جيشيو أو الكومنتري ومسح كل المجلدات التي هي فيه، ماذا نفعل؟ نقوم بنسخ المجلد الذي فيه الإعدادات الخاصة بنا ونضعها يا إما في لاكارت ميموار، في لاكارت اس دي، ولا في مجلد داونلود الخاص بالهاتف. أين نجد هذا المجلد الذي فيه الإعدادات الخاصة بنا؟ ندخل إلى ميفيشي. ندخل بضغطتين. ثم ستوكاج انترن. ندخل بضغطتين. ثم نسحب حتى نجد المجلد الصيني الغير منطوق. نسحب. هذا هو المجلد الصيني الغير منطوق. ندخل بضغطتين. ثم نسحب من اليسار اليمين. نسحب. 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 لاحظوا الإخوة، كل المجلدات سوف ينطقها القارئ إلا المجلد الذي فيه الإعدادات الخاصة التي احتفظنا بها. نسحب من اليسار اليمين. نسحب. Vacances avril 2013, 49, 0 éléments. هذا مجلد منطوق. نسحب. Custom voice command 3 avril 2018, 15, 0 éléments. هذا مجلد منطوق. Custom. Downloadons avril 2013, 48, 3, fonds 6 avril 2019, 22, 0, gesture 3 avril 2012, 12 années, label 12 avril 2018. Rappel. Plus jeune 3 avril 2013, 37, 0. Plus jeune. Ressources 9 avril 2009, 45, 2. Ressources. Sound 5 avril 2020, 30. Sound. Tools 3 avril 2021, 31, 0 éléments. Tools. نسحب. 11 avril 2019, 23, 4 éléments. 11 avril, وعطانا التاريخ اللي احتفظت به في بالإعدادات الخاصة بالكومنتاري. هذا هو المجلد الذي نقوم بنسخه. نضغط على الضغطتين، أولى عادي وثانية طويلة، ثم نسحب حتى نجد كوبي، ونذهب به إلى يا إما الكارت ميموار أو المجلد داونلود الخاص بالهاتف، ثم نقوم بمسح كل هذا المجلد. ولما تقوم بتثبيت الجيشيو أو الكومنتاري فما عليك إلا إعادة استرجاع ذلك المجلد الذي ذهبت به سواء للكارت ميموار أو للمجلد داونلود، والصقه هنا في المجلد الصيني الغير المنطوق. وإذا جاءتك رسالة مفادها رومبلاسي لفيشي، كليك على موافق أو أوكي، ثم اتبع نفس الخطوات التي قمنا بها لما قمنا بتشغيل
الكومنتاري، وهذا بعد ما قمنا بمسح له البيانات. وبهذا المفروض سوف تتمكن من استعادة الإعدادات الخاصة بالكومنتاري. كما قلنا إذا لاحظت بعض الثقل في هاتفك فما عليك إلا إعادة تشغيل الهاتف. ثانيا Sauvegarde et restauration sur le cloud. الكومنتاري يعطينا إمكانية حفظ إعداداتنا sur le cloud في الكونت نتاعنا، الكونت اللي سجلنا به يعطينا إمكانية حفظ إعداداتنا داخل هذا الكونت، داخل هذا الحساب. لذلك هو يتطلب النت ويتطلب نكون مسجلين في الكومنتاري. ورانا شفنا كيفاش تسجلوا في الكومنتاري. نقوم بتشغيل الويفي لحفظ الإعدادات الخاصة بالكومنتاري داخل حسابنا في الكومنتاري واستعادتها. نأتي بالقائمة وذلك بالسحب من أعلى إلى الأسفل ثم اليمين، ثم نسحب حتى البارامتر دابليكاسيون، نسحب ندخل المضغطتين، ثم نسحب حتى البارامتر زافونسي، نسحب ندخل بضغطتين، ثم نسحب حتى سوفغاردي اي ريستوري سور لو كلاود، نسحب من اليسار اليمين، نسحب 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 سوفغاردي ريستوراسيون هذه اللي تكلمنا عليها الان، نسحب سوفغاردي اي ريستوري سور لو كلاود، ندخل هنا بضغطتين، ثم نسحب من اليسار اليمين، نسحب انريجستري لي بارامتر سور لو كلاود، اضغط هنا بضغطتين وننتظر لحظات. اوبيراسيون تيرميني، لاحظوا قلنا اوبيراسيون تيرميني، نسحب حتى نجد اوكي، اوبيراسيون تيرميني، نسحب اوكي بوتون، اضغط بضغطتين. وبهذا من المفروض قد احتفظت بنسخة من الإعدادات داخل حسابي على جيشو أو الكومنتاري. إخوة، حتى لا يطول الفيديو فسوف نلتقي بعد هذا الفاصل، لأنني سوف أقوم بمسح جيشو أو الكومنتاري ومسح كل المجلدات الخاصة به، ثم أقوم بتثبيته. ولما أقوم بتثبيته نلتقي لنرى كيفية استعادة الإعدادات الخاصة بالكومنتاري التي قد احتفظنا بها في حسابنا على الكومنتاري. لقد قمت بإزالة جيشيو وحذف المجلد الخاص به الموجود في وحدة التخزين الداخلية، وثبت جيشيو بالمناسبة لنسخة اليوم هو 13 أفريل 2020. كما فيه ملاحظة، ليس كل ما تأتي نسخة نقوم بحذف الكومنتاري وحذف المجلد ثم نقوم بتثبيت من جديد، لا، بل قم بتثبيت عادي على النسخة القديمة إلا إذا واجهتك بعض المشاكل، فقم بحذف النسخة القديمة والمجلد الخاص بها ثم قم بتثبيت الجيشو أو الكومنتاري من جديد. الإخوة، ربحا للوقت، أنا الآن داخل Accessibility ودخلت Service Installi Talkback E4 Service، هذا لتشغيل الجيشو. نسحب جيشو ديزاكتيفي، جيشيو ديزاكتيفي، اضغط عليه بضغطتين، جيشيو رومونتي بوتون، ثم نسحب من اليسار اليمين، جيشيو نسحب، جيشيو ديزاكتيفي انتربتور، نسحب جيشيو ديزاكتيفي بوتون، جيشيو ديزاكتيفي بوتون، اضغط بضغطتين. alors tu utilises جيشيو، جيشيو demande l'autorisation de، ثم نرجع من اليمين لليسار، utilises جيشيو، نرجع مرة أخرى، اوكي بوتون، حتى الأوكي أضغط عليه بضغطتين. جيشيو جيشيو أكتيفي.
activé, bouton. Jishuyo Commentary. Commentary est un logiciel pour les aveugles et les malvoyants. Il peut vous aider à utiliser votre téléphone mobile plus efficacement. نقفوا التولكباك. Talkback désactivé. Jishuyo Commentary est un logiciel pour les aveugles et les malvoyants. Il peut vous aider à utiliser votre téléphone mobile plus efficacement. Cliquez sur assistant de configuration pour vous aider à effectuer les paramètres de base de lecteur d'écran. Cliquez sur description d'autorisation pour savoir l'utilisation de chaque autorisation balayage vers la droite assistant de configuration balayage. Alors, on se voit sur cette chaîne. Commentary est un logiciel pour les aveugles et les malvoyants. Il peut vous aider à utiliser votre téléphone mobile. Vérifiez les autorisations. Commentary nécessite des autorisations de base pour fonctionner, telles que l'utilisation du stockage. Alors, on se voit sur cette chaîne. Commentary nécessite des autorisations de base pour fonctionner, telles que l'utilisation du stockage pour lire les personnes pour stocker des photos. Utilisez le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer. Commentary utilise le balayage vers le bas pour passer à l'élément suivant. Ouvrez le haut pour revenir à l'élément précédent et vers la gauche ou vers la droite pour exécuter des fonctions de recherche. Si vous êtes habitué à utiliser le balayage vers la droite ou vers la gauche pour naviguer entre les éléments, cliquez sur utiliser le balayage vers la droite. Alors, on se voit sur cette chaîne. Permettre à Jishuyo de passer et gérer des appels téléphoniques. Ouvrez le haut pour revenir. Lire les conseils d'utilisation. Les conseils d'utilisation. Lire les conseils d'utilisation. نسحب حتى صورتي. Les conseils d'utilisation peuvent نسحب. Lire les conseils boutons. Ne pas lire les conseils boutons. نسحب. Sortie bouton. Cliquez deux fois pour activer. هذا غادي يضغط على صورتي. الآن أنا داخل الإعدادات الخاصة بالكومنتاري. S'il vous plaît, permettre à l'application pour ignorer les paramètres d'optimisation de la batterie. Arrêter optimisation utilisation batterie. L'application Jishuyo pourra être exécutée en arrière-plan. L'utilisation de sa batterie. Arrêter optimisation utilisation batterie. خرجتنا هذه الرسالة نسحب حتى نجد أوتوريزي أضغط عليه ضغطتين. L'application Jishuyo pourra être exécutée. Refuser bouton. Cliquez autoriser bouton. Cliquez deux fois pour activer. أضغط عليه ضغطتين. الآن أنا داخل أسيستون دي كونفيغوراسيون على اعتبار هو دخلني تلقائيا. نخرج من أسيستون دي كونفيغوراسيون. Jishuyo. نخرج لاستعادة الإعدادات الخاصة بالكومنتاري التي كنت قد احتفظت بها لا بد من الدخول إلى حسابي على جيشو وللدخول لحسابي على جيشو نأتي بالقائمة ذلك بالسحب من الأعلى إلى الأسفل ثم اليمين شوفوا الإزعاج بالي وغير ذلك المهم نسحب حتى البارامتر دابليكاسيون Quatre assistants vocaux, cliquez deux fois pour activer. نسحب. Cinq plus un, cliquez deux fois pour activer. نسحب. Six paramètres d'application, cliquez deux fois pour activer. Paramètres d'application, أضغط ضغطتين للدخول. Jishuyo. ثم نسحب حتى centre de utilisateur. Sept paramètres avancés, huit plus un, cliquez deux fois pour activer. Neuf outils, cliquez deux fois pour activer. نسحب. Y télécharger des ressources supplémentaires, cliquez deux fois pour activer. نسحب. Onze écrire des notes sur le cloud, cliquez deux fois pour activer. نسحب. Douze accessibilité, cliquez deux fois pour activer. نسحب. Treize centre d'utilisateur, cliquez deux fois pour activer. ندخل هنا بضغطتين. Centre d'utilisateur. نسحب. Remonter bouton, cliquez deux fois pour activer. نسحب. Centre d'utilisateur. نسحب. S'inscrire bouton, cliquez deux fois pour activer. S'inscrire هنا الإخوة اللي ما عندهمش كونت في الجيشو. اللي من قبل مازال ما سجلش. نسحب. Se connecter bouton, cliquez deux fois pour activer. Se connecter. أنا على اعتبار عندي حساب في الجيشو. نضغط هنا بضغطتين. Se connecter. ثم نسحب من اليسار اليمين. Remonter bouton, cliquez deux fois pour activer. نسحب. Se connecter. نسحب. Nom d'utilisateur. 5-15 caractères latins. نسحب. Zone de texte, cliquez deux fois pour éditer. هنا الحق الخاص لكتابة الاسم. أضغط ضغطتين. Affichage de clavier des mots de passe. هنا كل شخص يكتب الاسم الخاص به الذي كتبه لما أنشأ حساب على الجيشو. أنا مثلا حسابي اسمه 100% تك. Shift. Clavier des symboles. Affichage de clavier des chiffres. 1 1 0 0 0 0. Clavier à lettres. P P O O Y U U R R 1 1 0 0 0 0. تك. R T T E E C C G H H 100% تك. هذا اسم المستخدم. نسحب. Mot de passe 6 à 15 caractères latins. Mot de passe نسحب. Zone de texte cliquez deux fois pour éditer. هذا zone de texte خاص بكتابة كلمة المرور. كل شخص يكتب كلمة المرور التي كتبها لما أنشأ هذا الحساب. نضغط ضغطتين. Affichage de clavier des mots de passe. الحق كلمة المرور هي عندي 100% تك. نعاود نكتبها. Chiffre clavier des symboles. Affichage de clavier des chiffres. 1 plus 0 plus 0 plus P plus I O plus Y U plus R plus
plus 0 plus 0 plus T plus E plus F C plus H plus. أنا الآن كتبت كلمة المرور، كتبت اسم المستخدم وكتبت كلمة المرور. نسحب حتى سكونيكتي. Identifiant d'utilisateur. نسحب. 66 à 43390 zone de texte. Se connecter bouton. Cliquez deux fois pour activer. Se connecter. Cliquez deux fois pour activer. أضغط عليه بضغطتي. Connexion réussie. لاحظوا. قال لي connexion réussie. نسحب. Connexion réussie. نسحب. OK bouton. Cliquez deux fois OK. حتى الأوكي أضغط عليه بضغطتي. Centre d'utilisateur. وبهذا من المفروض قد دخلت إلى حسابي على جيشو. الآن أريد استرجاع الإعدادات التي كنت قد احتفظت بها في حسابي. نخرج. Centre d'utilisateur. نخرج. جيشو. جيشو. الآن ندخل إلى بارامتر زافونسي. Ces paramètres d'identification, cliquez deux fois pour activer. نسحب. Ces paramètres avancés, cliquez deux fois pour activer. أضغط بضغطتين للدخول. Paramètres avancés. الآن نسحب حتى sauvegarder et restaurer sur le cloud. نسحب. 9 paramètres. نسحب. 10 autres paramètres, cliquez deux fois pour activer. نسحب. 11 sauvegarder et restauration, cliquez deux fois pour activer. نسحب. 12 sauvegarder et restaurer sur le cloud, cliquez deux fois pour activer. 12 sauvegarder et restaurer sur le cloud. أضغط بضغطتين للدخول. Sauvegarder et restaurer sur le cloud. Affichage des éléments 1 à 8 de 14. ثم نسحب اليسار اليمين. Sauvegarder et restaurer sur le cloud. نسحب. Enregistrer les paramètres sur le cloud, cliquez deux fois pour activer. نسحب. De restaurer les paramètres depuis le cloud, cliquez deux fois pour activer. De restaurer les paramètres depuis cloud. أضغط بضغطتين. La sauvegarde a été restaurée balayage vers le bas. OK. La sauvegarde a été restaurée. قبل ما نسحب ونضغط على اوكي لاحظتوا الاخوه بان كان يقول لي ابي دو فوا بور اكتيفي، كان يعطينا رقم العنصر الذي يكون واقف عليه، وهذه الامور احنا كلها ازلنا عليها التحديد في الشرح السابق. فالان لما سوف نقوم باستعاده الاعدادات فسوف كل هذه الامور تزول. نسحب حتى الاوكي. اضغط عليه بضغطتين. نسحب. Sauvegarder le presse-papier sur le cloud, cette fonction est uniquement disponible dans la version payante. Indisponible. نسحب. Restaurer le presse-papier depuis le cloud, cette fonction est uniquement disponible dans la version payante. Indisponible. لاحظتوا الإخوة. أبي دو فوا بور أكتيفي. رقم العنصر. كلها راحت. لماذا؟ هذا دليل بأن الإعدادات التي كنت قد احتفظت بها قد رجعت لي. وأنا هذه الأمور كنت كلها أزلت عنها التحديد في الشرح السابق لو لاحظته، لير لي كونساي، لير النومبر وغير ذلك. بقاتنا حاجة الإخوة، لابد نفيريفيو لي زوتوريزاسيون على اعتبار أنه لابد من إعطائه كل الأذونات. نخرج. نخرج مرة أخرى. ثم نسحب حتى البارامتر جينيرو. نرجع. بارامتر جينيرو. أضغط ضغطتين للدخول. ثم نسحب حتى نجد اسيستون دي كونفيغوراسيون. ندخل بضغطتين. نسحب. اسيستون دي كونفيغوراسيون. ندخل بضغطتين. ثم نسحب حتى نجد فيريفي لي زوتوريزاسيون. نسحب. اسيستون دي كونفيغوراسيون. نسحب. فيريفي لي زوتوريزاسيون. ندخل بضغطتين. اوتوريزاسيون نون اكوردي. نسحب حتى نجد اوكي. Autorisation. Appel direct. Cette appli modifie les paramètres. Enregistre les fichiers. Accéder à prendre des photos. Répondre aux appels. Demander l'installation. Voir les contacts. Annuler bouton. OK bouton. حتى الأوكي أضغط على الضغطتين وهنا سوف يعطينا كل الأذونات التي ما زالت لم أرخص لها. نسحب اليسار اليمين. Permettre à Gishu d'enregistrer des contenus audio. نسحب. 1 sur 4. 1 sur 4. نسحب حتى نجد أوتوريزي. Refuser bouton. Autoriser bouton. أضغط على الضغطتين. ثم نسحب اليسار اليمين. Permettre à Gishuyo d'accéder à la position de 2 sur 4. Refuser bouton. Autoriser bouton. حتى الأوتوريزي أضغط على الضغطتين. ثم نسحب اليسار اليمين حتى نجد أوتوريزي أضغط على الضغطتين. Permettre à Gishuyo de prendre des photos et de filmer des vidéos. نسحب. 3 sur 4. نسحب. Refuser bouton. Autoriser bouton. حتى الأوتوريزي أضغط على الضغطتين. ثم نسحب اليسار اليمين حتى الأوتوريزي. Permettre à Gishuyo 4 sur 4. Refuser bouton. Autoriser bouton. أضغط عليها بضغطتين. وبهذا من المفروض قد أعطيته كل الأذونات. نسحب اليسار اليمين. جيشو.
نسحب assistant de configuration نسحب vérifier les autorisations نسحب superposer aux autres applis هنا كذلك ندخل بضغطتين L'autorisation de superposer aux autres applis ne pas accordée. Autoriser cette application à se superposer aux autres applications pour afficher le menu flottant et utiliser les gestes du bord. L'autorisation de superposer aux autres. Autoriser cette application à se annuler bouton. Donner l'accès bouton. حتى لدوني لاكسي أضغط عليها بضغطتين. Vue en premier plan. ثم نسحب اليسار اليمين. Remonter bouton. نسحب. Vue en premier plan. نسحب. Fichier 2 0 20 0 4 13. لاحظوا هذه آخر نسخة 13 أفريل 2020. نسحب. Accorder une autorisation. نسحب. Désactiver commutateur désactivé. راهي ديزاكتيفي نضغط عليه بضغطتين حتى نقوم بتفعيلها. Activer. نخرج. Jio. نسحب من اليسار اليمين. Optimisation de la batterie. Optimisation de la batterie كذلك ندخل بضغطتين. L'optimisation de la batterie est ignorée. L'optimisation de la batterie peut prolonger la durée de vie de la batterie, mais peut. نسحب. L'optimisation de la batterie est ignorée. L'optimisation de la. OK bouton. حتى الـ OK أضغط عليه بضغطتين. ثم نسحب من اليسار اليمين. جيشو. نسحب. Assistant de configuration. نسحب. Vérifier les autorisations. نسحب. Superposer aux autres applis. نسحب. Optimisation de la batterie. Optimisation de la batterie. دخلنا لها. Accès aux notifications. Notification ما تهمنيش. نسحب. Démarrage automatique. Démarrage automatique. ندخل بضغطتين. Information sur l'application. ثم نسحب من اليسار اليمين. Remonter bouton. Batterie 3% utilisée. نسحب. Stockage vivant. Mémoire 27 mots utilisés. نسحب. Paramètres d'application. En tête. Notifications autorisées. Autorisation appareil photo. Contact. نسحب. Définition par défaut aucune application. Paramètres avancés. En tête. نسحب. Vue en premier plan autorisée. نسحب. Modification paramètres système non autorisé. ندخل هنا ضغطتين. راهي نو اوتوريزي. Modification paramètres système. Paramètres système. نسحب اليسار اليمين. Remonter bouton. نسحب. Modification paramètres système. نسحب. 0. Accorder une autorisation. نسحب. Désactiver commutateur désactivé. راهي ديزاكتيفي. اضغط عليها بضغطتين. Activer. وبهذا من المفروض قد قمت باستعادة الإعدادات التي كنت قد احتفظت بها وضبطت بعض الأمور التي يجب ضبطها حتى وإن قمنا باستعادة البيانات التي أو الإعدادات التي كنا قد احتفظنا بها هذا حتى لا تواجهنا بعض المشاكل في الكومنتري وإذا لاحظنا بعض الثقل لابد من إعادة تشغيل الهاتف كما في ملاحظة أخرى لما نقوم بمسح المجلد فإن كل الوظائف التي كنا قد أنشأناها أو حملناها سوف تحذف وحتى لتام سونور أي الحزم الصوتية ولكن الإعدادات كلها ترجع على اعتبار أننا قد قمنا باستعادتها إخواني أخواتي لا تنسونا من دعائكم والسلام عليكم